السلام عليكم، معكم منذر من قناة Infinite Gaming، واليوم رجعنا لكم مرة ثانية في لعبة Snow Runner. بصراحة أنا عجبني هذا اللعبة يا جماعة، واللي ما شاف حلقة الأولى يضغط هنا علشان يستمتع. خلونا نرجع الحين ونشغل الموتر، يا ساتر عليه. طبعا في الفيديو الأولاني رويناكم بعض من المقاطع الأوفرود العجيب، ولكن هذه المرة راح أراويكم كيف ممكن نزود الموتر. طبعا الموتر مثل ما انتم شايفين متعطل في الماكينة لان دقدقناه شوية، فخلونا نراويكم وش الابجريد. وين بشلكم؟ وين بشلكم؟ بشلكم في مكان مرة غاوي، بس خلونا شو. ايوه هو ده، هو ده. يلا طبعا الحين بدأ يصير ليل. انزين الله عليك يا حبيبي، والله انه روعة، والله انه هذا اللعبة اسطورة يا جماعة. طبعا هذا اللعبة مش فقط مسألة يعني أوفرود وكذا، وانما كذلك تزويد سيارات، تشتري سيارات ثانية. اذا انت ذو خبرة في أمور هذا ممكن أنك أنت تستمتع أكثر، لأن أنا بصراحة ما عندي خبرة وما أعرف متى أشغل الدبل وهذا، لكن أتوقع أنه الحين يحتاج لدبل، لأن الدبل عبارة عن أربعة تواير يتحركن، ولكن ما فادني أربعة تواير. ففي هذا الحالة وش بنسوي؟ راح ناخذ قلص، نشبك على قلص. أوكي شيل عليه. اوكي سوي ريليز. طبعا طبقنا. ايوه روح روح روح. لحظه 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 شو خلاص شيل دبل حبيبي، ما نريد دبل. انا ما شغلت الدبل اصلا، كذا تشغل دبل. حلو شغل نظيف، روح يا اسطورة. طبعا اعرفكم على محمد منير داخل باكستان، هذا جي ام سي نفرات يريد سوي شادي، انا داخل زواج يريد ندور مشان حرمة، في فلوس كثير لكن حرمة شيل كله فلوس، انا لازم شغل 24/7. طبعا انا ما اعرف وين جالس اروح، لكن اتوقع اذا اروح اوكي alright بجي من الشارع العام. ايه لازم اصلح الموتر. ايه شوف الحين في الشارع ما تحتاج الدبل يا شباب، لان اصلا جالس يبطئ السيارة، وما السيارة ما جالسة تشتغل بكل قواها العقلية. هو صح انه سيارة وما يشتغل بالقوة العقلية، ولكن انا كنت اتكلم عن اللي سوق السيارة، فاهمين؟ ايه حبايب والله حبايب، اعملوا لي لايك. اعملوا لي لايك. ايه لا تنسوا الاشتراك، والله الاشتراك بس. اوي ها انا كذا قلت اشتراك وشاح علي السيارة. اوكي انا وين؟ لا حبيبي كان المفروض ما تيجي من هنا، لأن من هنا الطريق بيكون صعب. داخل جبل، أنا في معلوم داخل جبل. شوف أوفرود، الله عليك. شوف الحصى، شوفوا هذا الجرافيكس، شوفوا الجرافيكس، شوفوا محمد منير كيف يسوق. متوتر متوتر قليلا. طبعا أنت تقدر تتحكم بالسيارة، جيب قريب جيب بعيد، تقدر تخلي الكاميرا داخل السيارة كذلك، يعني تضبيط تضبيط تضبيط. اوكي شغلنا الفلايت يبا، حلو شغل نظيف والله. روح شلون يعني انا دربي صحيح؟ ايه راح اعلمكم شلون تزودون الموتر.
موتر يحتاج لتزويد والله. روح شيل عليه، شوفوا كيف الحصى والله انه يعني شو قلكم يعني، والله لساني يعجز عن تعبير. لعبة جبارة والله، بس يبيلها مخمخة، يبيلها روح رياضية. اللي ما عنده فور ويل لا يلعب هذا اللعبة، رجان راح تطبق، راح تطبق مثل محمد منير. هذا داخل باكستان جاي مني مشان جمع فلوس. ايوه روح روح. شوف الحين سيارة طبعا ما تجيب 100 حتى 120 حصان، لكن بمشيئة الله بخليها 400 حصان. اوبو وصلنا يا شيخ، وصلنا القراق، وصلنا القراق. حبيبي انا بجي هنا وبجي كذا لين هنا. alright يلا يلا. عاش الوحش، عاش الوحش في مهمة نفتح جراج. خليكم معنا، خلوكم معنا صامدين. شوفوا شوفوا كيف هذا الوحل الصعب، الصعب جدا هذا. طبعا اتوقع انه ما يحتاج لفروي الحين. اوب وش صار؟ لحظة شو؟ لحظة اوه رجعوني والله. وحش، لكن سيارة ما رجعوها يعني نظيفة. خلونا نشوف انا وين. alright انا هنا، رجعوني هنا وانا احتاج اروح جراج. فين الجراج؟ اين انت يا جراج؟ اوكي هذا ممكن، اه هذا اوكي. الله عليك والله والله انه شوفوا في بداية اللعبة بشكل عام شيء طبيعي يكون ممل نوعا ما، وما عندك الامكانيات انك انت تروح كل مكان وتستمتع وكذا، بس اكيد يعني شوية شوية راح تكون امورك طيبة. وحش شغل الدبل، يلا شغل الدبل، خلنا نعيش. alright اتوقع الحين ما نحتاج الدبل. روح شوفوا شوفوا الكنترول، الكنترول عندي شباب. طبعا هنا عندك الماكينة والفيول والتواير والجامبينات. اوكي لو نشغل الدبل نخلي الامور سلاسة، خلي الامور تكون سهلات. كرة غدارة، سيارتي بغالة كاروش يا راجل. شباب طبعا هذا الوقت ازفد وقت انك انت تسوق في السيارة، اللي هو وقت الفجرية. ما انصح اي واحد يروح وقت الفجرية. طلعت اي ها لحظة حبيبي. ايوه شوفوا هذا الموسيقى، الموسيقى المريحة. طبعا الحين ما نحتاج الدبل، خلونا نمسك خط خط والدرب حافظ. طبعا هذا هو الجسر يا شباب اللي فتحناه في الفيديو الاولاني. ليش ليش هذا الاسلوب؟ وش مشكلتك؟ وش مشكلتك محمد منير؟ قاس تتنافض. اها قال لي باغي يشرب شاي كرك، شاي كرك يبغى وين؟ ما قادر ترى، داقنا الصداع. لا لحظة شغل الليدات. انا وين جالس اروح صح؟ والله اني كفو، والله اني الجوجل ماب في راسه والله. شيل عليه. شوفوا يعني اللي ناس اللي عجبني في هذا اللعبة الواقعية بصراحة، وكذلك يعني صعوبة اللعبة. اوبو كيف يعني؟ على فكرة
اوف على فكره ممكنكم انتم تصلحوا الشوارع على كيف كيفك. يعني انتم عارفين انه هنا مسكر من اول. شوفوا كيف وما اتصلوا بي. طبعا بنحتاج نروح بعض المختصرات. اوكي روح روح شوفوا الحصى شوفوا الحصى. اوب 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 يا اخي وش مشكلتك انت؟ اوكي 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 نحن وين؟ اوكي صح صح رايحين صح يعني اوكي رايحين صح رايحين صح. امور امور سهالات امور سهالات يا ساده. بس العجلات ما تساعد طبعا تحطيم في بعض الامور تصير. خلونا نروح. طبعا هنا في علامة صخور تتساقط داخل جبل يجي داخل الحصى. بعدين يمشي مع رجولك. شوفوا كيف انا اغرز. روح يا ولد. لا شغل الدبل. شيل عليه يا ولد شيل عليه. طبعا المهمة مهمتي الان اني اسوي find the garage البحث عن الجراج وتزويد الموتر. طبعا هم كاتبين هنا انه فارم بس المفروض انه اتوقع اروح هذا الدرب فافضل اني ارجع افضل اني ارجع. خلوني ارجع. اوكي اوكي ركز ركز حلوين. شغل الدبل ولا الدبل شغال. وابوك انا قمت ارجع في حصى لكن ما مشكله. شوف سايق دريول ترى عندنا دريول عندنا دريول. السرعه 15 يا ساده. ممنوع منعا باتا التجاوز. طبعا في محطه وقود على حسب ما شارحين الاخوان ما يحتاج دبل. شيل دبل. ايوه الحين لازم دبل. اوبو لعبات لي لعبات الافرود يا حبيب حبيب. شوف 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 لا 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 تغرزني لا تغرزني بحبك. شيل شيل عليه شيل عليه شيل عليه. شوفوا كيف الكونفرسيشن. والله انه لابس حزام ما شاء الله عليك. روح تقول لي تواير ما تواير. ما يبغى له فش ما يبغى له فش حبيبي. شوف البنفر الخلفي كيف مستوي. لكن ما عليك ما عليك بنجيبك بنجيبك يا الجراج بنجي. الله شوف الفاكتوري شوف المصنع. اوه اوه رضوض رضوض في سيارتي. لا 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 اوي دخل في الوحل. او ماي جاد لحظة الحين وش بنسوي؟ لحظة شو؟ اتاتش تعال هنا. ما الله اكبر عليك. غرزة السيارة يا شباب. تتوقعوا اسوي ستوب انجن يعني بيفيد؟ وين؟ اقرب حطبة. هذا هذا. هنا كان اقرب. يا اخي كنا واصلين. طيب يا جماعة من بعد الغريزة وصلنا في المكان المطلوب. خلينا اراويكم الجراج يا سادة. هل انتم متحمسين كثري؟ الله جراج ديسكفري. شوف 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 شوف. شغل عادل والله. شغل عادل. شوفوا كيف هذا مكان التزويد يا سادة. موف تو ذا جراج. هنا طبعا يصير كل الابديت
زين خلونا نشوف وش اللي ممكن نسويه. طبعا هذا الجراج نحن عندنا طبعا الانجن الحين ممكن انك انت يعني هذا الماكين اللي عندك طبعا هذا التزويدات اللي مسكرة ما تقدر تسويه فعادي ما في مشكلة. بننتقل الى الثاني نشوف هذا وش اللي ممكن نسويه. طبعا مسكر يعني هذا الكشاف اللي فوق مسكر، هذا السلايد اللي تحت ب 600. زين ممكن انك انت تركبه. صبغ اوه شوف كيف انا بختار لي صبغ. زين بختار لي كذا لون عجيب. بختار لي ويش يا جماعة؟ اختار لي هذا اللون كذا فقاعي. ايوه هو ذا اللون. زين بالنسبة لهذا طبعا مسكر. بالنسبة لل اوب شيل على شوف 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 اوب ما خلق آلة. شوفوا كيف ترفيع. شوفوا هنا نوع التواير، هنا نوع التواير يا سادة. طبعا اللي يفهم هذه الأمور هنا مكتوب لك اون رود اوف رود ومد، يعني انت تختار وش اللي يناسبك. طبعا انا بختار هذا لان هذا انسب واحد. خلاص ركبوه. نجي هنا اوكي. طبعا هذا وينش اللي بيشدك وقت هذا، لكن ما عندي فلوس. هذا شنو؟ اوكي اوكي ما فتحوا لي. اوه شوف الحركات انت. ما فتحوا لي. اوه انتيك هذا شكله شيفورليت اس كي 1500 مشروم، اسمه مشروم تول مشروم. خلنا نركب للمشروم وش يعني. اوكي هنا وش انت فيه؟ اسمع انت اوبو روف توب ليتات هرن ما هرن حركات. والله هذا زين بينفعنا. بقلي وش هذا؟ صدامية تقول لي اللي فيه تو هذا. اوه هو هو هو. لا 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 ضروري هذا ضروري. alright rims what about the rims this is the rims alright اتوقع كذا خلصنا يا جماعة. alright truck store يعني في سيارات. اوه هو هو اوه ماي جاد شوفوا ذا الأسطورة 20,000. وبو وبو لكن هذا حلمي أنا، هذا حلمي يا سادة. طبعا هنا أنواع السيارات اللي موجودة على حسب. بس أنا ما عندي فلوس فنشوف هنا وش موجود. أوكي هذا السيارات اللي ممكن تشتروه. والله أنا روعة يا أخي، لعبة ثقيلة لعبة ثقيلة. شوفوا كمية السيارات اللي متوفرة وأنواع السيارات كذلك. هامر ما هامر شاحنات اللي حب قلبك متوفر. اوه يقلك تراك نوت افيلبل ان يو اس اي. يا سلام يعني انت ممكن تجيب هذه السيارات وارد يعني المقصد من كلامهم. زين خلونا نشوف للاخر. اوكي بس طبعا انا ما عندي فلوس في الوقت الحالي فبنسوي ليف جراج. وش صار؟ ليش ما خلاني اطلع؟ اوكي شوفوا كيف نيو تاسك صار في واجد تاسكات. اوكي وين سيارتي؟ سيارتي يا شباب وين سيارتي؟ ليف خلنا نروح. ظهر الاخوان مشددين. خلنا نشغل الموتر. الله 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 ايش رايكم شباب بعد التعديل العجيب؟ ها شغل ولا ما شغل؟
يعطيكم ألف عافية. هذا الوحش ولا بلاش؟ اوكي وش صار هنا؟ انا وش؟ اوكي اوه اشترينا. لحظة اوكي باي كلوز مربع alright اشترينا ترى شباب جاهزين للعمل. اوكي يعني نحن هنا الحين. اوكي فالمطلوب مني وين نسوي زوم زوم زوم؟ اوكي هنا مثلا ولا هذا ابسط؟ اوكي انا بجي هنا بجي هنا 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 alright I know it. شباب اهلا وسهلا بكم في الاسكا المكان الثلجي العجيب. زودنا السيارة، السيارة صارت متشلقة. روح هل انا صحيح رايح؟ ايوه مرة 200 200. دوس 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 دوس. شوفوا شوفوا كيف شغل الدبل يا شباب، شغل الدبل. شوف 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 مرة جاهزين شباب والله متوحشين. شوفوا كيف الله. ها 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 كيف 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 بريد غرز اشوفك بريد غرز. بعد تو ركبنا لك هذاك السامان ورفعناك وهذا. يقول لك remember you can use your gearbox. لكن ما يوقف حبيبي ما يوقف. روح روح. وتقدر تستخدم الونش طبعا اللي هو عشان يساعدك، لكن انا ما احتاج الونش لان الونش قاعد يمسك مكان غلط اصلا. اوكي روح روح الونش، ساعد الونش. ممتاز ممتاز ممتاز. نحن قاعدين نمشي صح، نمشي صح طال عمرك شباب. ترى وصلنا والله. الله عليك. شوف 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 المناظر، شوف المناظر الخلابة. شو اوو وصلنا الشغل، وصلنا بالجد. اوكي شوفوا مطلوب مني ويش؟ اغراض. اوكي طيب هذا مهمة اللي مطلوب مني طبعا اجيب لهم اغراض. طيب يا جماعة الى هنا اوقف هذا الفيديو، اتمنى ان اعجبك. اضغط لايك سبسكرايب الى ان نلتقي في فيديوهات ثانية. سلام.